عظيمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، يا أهل الإيمان والإسلام، تعلمون أنتم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان كيف حالكم في هذا الشهر؟ لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر، وهو قد غفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان أوقاته صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بالطاعات. كان صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في رمضان لا كغيره من شهور السنة. كان أوقاته مليئة بالطاعات، بالصيام والصلاة وقراءة القرآن والذكر، وكذلك جميع الحسنات والصدقة والإحسان إلى الفقراء، والوقوف مع الأرامل والأيتام والمحتاجين، وإلى غير ذلك. أطفئوا التلفونات، بارك الله فيكم. Turn the phones off. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوتكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها المسلمون، ننظر إلى بعض الأدلة في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله. نبدأ بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه. يقول رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وأرجو منكم أن تدبروا هذه الأحاديث، ونحن في هذا الشهر المبارك فرصة عظيمة للتخلص من الأثقال، من أثقال الذنوب والمعاصي والمنكرات، وفرصة كبيرة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. فمن هم بحسنة ولم يعملها، من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة، فإن هم بها وعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده سيئة واحدة. ولله، ولا يهلك على الله إلا هالك. وكذلك من حديث أنس بن مالك وسعد بن خالد الجهني رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، وإلى ما شاء الله. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يمنع شهوته وطعامه وشرابه
وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نتدبر ونقف مع هذه الأحاديث المباركات. الله تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفدت الشياطين، كما من حديث سهل بن سعد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، ومن حديث أنس رضي الله عنهم جميعا. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنعم على أمة الإسلام هذا الشهر المبارك، هذه الأمة الضعيفة قواها الله تبارك وتعالى بهذا الشهر، بهذه الأيام القليلة 29 أو 30 يوما، قوى هذه الأمة الضعيفة بهذه الأيام المباركة بالتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. فالله تبارك وتعالى أكرمكم يا أمة الإسلام بهذا الشهر المبارك، فالله تبارك وتعالى أكرمكم عندما أبعد عنكم مردة الشياطين ورؤساء الشياطين لتتهيئوا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان حريص على ابن آدم على إغوائه، حريص على إغوائك يا بني آدم. فالله تبارك وتعالى من أجل أن تتخلص من الأثقال، من أثقال الذنوب والمنكرات والذنوب والآثام، فأبعد عنك الشيطان لتتهيأ وتجهز نفسك لتتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، في هذا الشهر المبارك. ففتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، والله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي كل ليلة، ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن ينادي أهل الخير أقبلوا إلى الخير، ويا أهل الشر توقفوا عن الشر. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة من الله تبارك وتعالى، مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور. وإن كان لا يوجد هناك نص من القرآن أو من السنة بمضاعفة الأجور في هذه الأيام أو في شهر رمضان المبارك، ولكن هناك أقوال لأهل العلم قياسا من بعض الأدلة، فقالوا بأن الأجور تتضاعف في رمضان على كل. فالله تبارك وتعالى بصورة عامة جعل الحسنة بعشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. فالله تبارك وتعالى عندما يرى منك الإخلاص والنية الصالحة والصدق والذل والانكسار لله تبارك وتعالى، وهو برحمته سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين يضاعف لك الأجور ويضاعف لك الثواب. حسن بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ولكن كذلك من رحمته سبحانه وتعالى، ونحن أهل الذنوب والمعاصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وهو سبحانه وتعالى الخالق العظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر من هم بحسنة وإن لم يستطع أن يعملها كتبها الله تبارك وتعالى حسنة كاملة. ولكن في مقابل ذلك من هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى حسنة. هذه من رحمة الله تبارك وتعالى.
وهذا من غير الكعبة. الكعبة ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم. من أراد السوء بالكعبة فقط من أراد أذاقه الله عز وجل الذل والهوان والعذاب. ولكن في غير ذلك من هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له حسنة، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن هم بسيئة وعملها فلم يتجاوز سيئة واحدة كتبها الله تبارك وتعالى عنده سيئة واحدة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يهلك على الله إلا هالك. فالله تبارك وتعالى فتح باب الأفضال، باب الرحمات، وباب الطاعات، وباب القربات، وغلق عليك باب السيئات، باب الشر بتصفيد الشياطين. ومع ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وكثيرة وكثيرة، والسيئة لا تتجاوز إلا واحدة، فلا يهلك على الله إلا هالك. فمن لم يستغل هذه الفرصة بأن يتخلص من سيئة واحدة وأن يتكاثر بالحسنات إلى أضعاف كثيرة فهو مخذول وهو يستحق البعد عن الله تبارك وتعالى. نعم، لذلك قال لا يهلك على الله إلا هالك، فلا يسلك طريق الضياع والضلال إلا المخذول، إلا من هلكه الله عز وجل، إلا من أراد له الهلاك والبعد والخزي والخسار في الدنيا والآخرة. نعم أيها المسلمون، الكلام كثير، الكلام كثير، ولكن خير الكلام ما قل ودل، وخير الناس من يأخذون بأحسن ما يسمعون، وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى. واللبيب يكفيه الإشارة، مع هذه الأفضال من الله تبارك وتعالى، مع هذه الرحمات، مع هذه الخيرات، مع هذه الأبواب الكثيرة، من أبواب الخير، ومع ذلك تجد بعض الناس في هذه الأيام منهم من صام كما أشرنا من قبل، منهم من صام عن الطعام والشراب ولكن لا يتورع عن المحرمات بأنواعها وأشكالها، لا يتورع أبدا. ومنهم من ولله الحمد وهذه درجة أحسن بكثير، منهم من صام عن الطعام والشراب وابتعد عن كثير من المحرمات، ولكن تجده لا يجتهد في هذا الشهر في هذه الأبواب الكثيرة من أبواب الخير، لا يفتح بابا من هذه الأبواب، لا يريد التقدم، لا يريد أن يقدم شيئا من الحسنات والخيرات في هذا الشهر المبارك لغده، لقيامته، لوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا لا ينبغي. التقيت برجل سألته، قلت كيف الصيام معك؟ قال أنا لا أصوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك كثير ومنهم من يأتي بأعذار، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. منهم من يأتي بأعذار، يعني حتى ولو عاد إلى نفسه يقول لنفسه لا تقنعني بهذه الأعذار، ولو سأل نفسه لأجاب نفسه لا أقتنع بهذه الأعذار. ولكن ومع ذلك نجد هناك أنواع كثيرة في هذه الأيام. ومنهم من جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة له في هذا الشهر المبارك، فقد اجتهد اجتهادا عظيما في هذا الشهر منذ أول يوم. نعم، هناك خير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن نرى التقصير في أنفسنا ولكن نظن الخير فيك. هناك كثير من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يفتكون عن الطاعات، وهم يعيشون مع الحسنات، يفكروا في كل عمل يقدمونه ليكون خالصا لله عز وجل، ليقربهم شيئا
أكثر إلى الله تبارك وتعالى، ولا ولا يخطون خطوة إلا يحسبون لها حساب عند الله تبارك وتعالى. نعم هذا النوع موجود، نعم هذا النوع موجود بفضل الله تبارك وتعالى. الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من صام في هذه الأيام ولكن جعل لسانه كالسيف على الناس، جعل نفسه مفتاحا للشر في هذا الشهر المبارك. متى تتخلص من هذه القيود؟ إذا كنت تعيش في هذا الشهر في هذه المصائب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول إن لله خزائن، عند الله خزائن الخير والشر، ومفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. أخ الإسلام، اللسان حصان، فلا تجعل أن يفلت منك، وخاصة في هذا الشهر المبارك. كما ذكرنا أن الشياطين صفدت، فلم يبقى معك إلا نفسك، وأنت تعيش في الغيبة والنميمة في هذا الشهر المبارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوالله الذي لا إله إلا هو، الغيبة تحصد وتحرق الذنوب كالنار في الهشيم. الغيبة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم في هذه الأيام المباركات الأعمال بصورة عامة تتضاعف من حسنة إلى كثير من الأعداد الكثيرة، ومع ذلك أنت تعمل في أعمال وتعطيه لغيرك. لمن تعطيه؟ تعطيه لمن تكرهه. عندما يغتاب الرجل فهو يكرهه ويريد أن ينتقص منه ويريد أن يشوه سمعته، ولكن لا يدري وهو يعمل في هذه الأيام المباركات من الحسنات ثم يرسلها له. أتدري ذلك أن الرجل الذي تتكلم عنه، فأنت تعمل في هذه الأيام المباركات، إن كنت تعلم من الخير فأنت تعطيه هو، أنت تعمل هذا العمل له، سخرك الله عز وجل وهو جالس في بيته وأنت تعمل له. أترضى ذلك؟ فالحسنة كما قال تعالى: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكذلك في السيئة من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومع ذلك أنت تعمل تجمع في الحسنات وتغتاب الناس وتتكلم في هذا وتتكلم في هذا وتؤذي هذا وتشتم هذا وتسب هذا وتقدح في هذا وتظن الشر في هذا، فهذا لا ينبغي للمسلم، وخاصة في هذه الأيام المباركات وهو بحاجة إلى التخلص من الأثقال، من أثقال الذنوب والمنكرات، ومع ذلك وهو يعطي حسناته إلى من يكرهه وإلى من لا يريده. وقبل ذلك التعييب والتعيير والسخرية وتنقيص الناس، وهذه الأمراض أمراض خطيرة
تحصد في الحسنات بل تفسد العقيدة بل تفسد القلوب بل تفسد المجتمع. كل هذه الأمور تفسد بسبب التنقيص والتعجير والتعجيب والبغض والغيبة والنميمة وما شابه ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن لم يتخلص ومن لم يتب من هذه الأمراض فقد ظلم نفسه بوقوعه في معصية الله تبارك وتعالى، ظلم نفسه في وقوعه فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ظلم نفسه بوقوعه في عرض أخيه، وقع في الظلم، ظلم نفسه بطاعة نفسه وطاعة الشيطان، لأن كل ذلك لا يرضي إلا الشيطان، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر والفساد. نعم أيها المسلمون، في هذا الشهر المبارك ينبغي للمسلم أن يقوم ببعض الأعمال كما أشرنا إلى ذلك في الخطبة السابقة. يكثر من النوافل في هذه الأيام، ويكثر من الذكر في هذه الأيام، ويكثر من قراءة القرآن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه يوم القيامة. القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة للعبد، يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي أي رب منعته، يقول القرآن أي رب، لا يقول يا ربي، لأن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان لصاحبي يوم القيامة. فعلى المسلم أن يكثر من النوافل، من العبادات، من الصدقات، وكذلك من الذكر، وكذلك في التعاون مع الفقراء أن يقدم ما يستطيع من التعاون للفقراء. هناك محتاجين، وهناك قد يكون التعاون في نصيحة، قد يكون التعاون في زيارة، قد يكون التعاون أن تعين أحد من المسلمين أن يتخلص من محرم أو من حرام أو من ذنب أو من مشكلة. فهذا الشهر شهر الطاعات والقربات، فلا تضيعوا هذه الفرصة. لا ندري إذا نعيش بعد رمضان إلى رمضان آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Brothers and sisters in Islam, as you know, we're in a month of barakat, month of mercy, and month of ibadat and ta'at, obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. If we look at ourselves, we see, you know, the people are different in Ramadan. Some people, they are fasting from a food and drink, but they do all bad stuff. They don't stay away from any type of haram, as they not fasting at all. The only thing they not eat and drink, and they think they are fasting Ramadan, and they are in a, you know, under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala just by stay away from the food and drink. We have a lot of people like this. And we have people, they fast from a food and drink and they stay away from a lot of haram, but they not doing good deeds in this month. They not trying to collect more good deeds in this month. And we have people, they live with fasting, they live in backbiting, and she said and he said,
and they live with slandering and talking bad about people. Subhanallah. And we have to know that the one who talking bad about people, the one who backbite people, the one who slander, the one who saying bad about people, Allah subhanahu wa ta'ala make him to work for others. Whatever he do, he send it to them. And who wants that? Who wants to, in this month, especially month of Ramadan, you want to fast and read Quran and pray Taraweeh at night and give sadaqah and make dhikr, and then end of the day you put it in a bag and give it to someone else, and you have nothing? Wallahi, the one who backbiting, the one who slandering, the one who slander people, the one who talk bad about people, it's the same way. Even if he have not much good deeds, in a day of judgment they will take from his bad deeds and put it on him. So don't put yourself in this situation in this month, especially in this month. All the time, but especially in this month. We need to remove some heaviness of sins on our backs and shoulders. Not to, you know, keep it and the good deeds send it to somebody else. And we have some ahadith and some ayat. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for me to mention it right way, and make it easy for you to understand. The first hadith we have showing Allah's mercy for his slaves. In general, Allah subhanahu wa ta'ala, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allah bless the ummah, Allah bless the people, whoever thinking to do something bad, and he stopped, Allah subhanahu wa ta'ala write it for him a good deed. He was thinking to do something bad and you stopped, Allah subhanahu wa ta'ala writing for you one good deed. And whoever thinking to do it and he did it is not increasing, is one bad deed. Is not increasing. He was thinking to do something bad and he stopped, Allah righted the one good deed. And he was thinking and he did it and is not going increase, it's going to be one bad deed. And then on the other hand, whoever thinking to do something good and he not did it, Allah will write it down complete hasana for him, even he not did it. And if he think about something good and he did it, Allah write it right there for him 10 and 10 to 700 and more and more after 700. It's going by, you know, when Allah subhanahu wa ta'ala see how serious you are, how sincere you are, how pure intention you have when you're doing the good deeds. So when you collect this stuff and with be down for Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity, serious, pure, upon the right way, so you're getting not only when you do one thing good, you're not getting only one. It's going up more than 700. Even more and more. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And then we seen with all this, some people, they not collecting even, they not. If we compare the first part of the hadith with the second part of the hadith, it is way, way, way far away from each other. One is, if you do one, going maybe to 1,700 and up, way, way more. Nobody knows except Allah subhanahu wa ta'ala.
And if you do something bad, it's not going to increase, going to stay one. And even with that, some people, they have, the one is covered the 10 and 700 and more. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. The one who, his one, covered the 10 or 700 and more, he's a loser. He not deserve except the fire. He not deserve except to be humiliated in the dunya and on the day of judgment. To be under the feet. Why? Allah opened this door for you. Allah subhanahu wa ta'ala opened the door for him. To, by one good deed, up to 700 and more and more. And for bad deed is not increasing except, you know, is not increasing. One is one. And even with that, still the one is covering the other side. This person is a loser. That's why the Prophet ﷺ said, you know, the person is not going to be misguided except the one who won for himself the fire, won for himself misguiding, won for himself darkness of the ma'siyah and darkness of the fire on the day of judgment. And another hadith also, similar to this, every actions of son of Adam increase, the good deeds. Every good deeds is increased, is not going to stay one. And then, similar to the second part is similar, 10 up to 700 and up to whatever Allah wants. Except fast. Allah subhanahu wa ta'ala said, except fast is for me and I will give the reward. He stopped his desire. In this hadith, Allah subhanahu wa ta'ala talking about the desire before the food. Allah subhanahu wa ta'ala said, he controlled his desire. And the one who controlled his desire from all type of muharramat, from all type of evil actions and speech, because the one who controls his desire, he's not gonna let himself to work in a haram. He's not gonna let himself to say haram, his tongue to say haram, his eye to see haram, his ears to hear haram, his feet to walk to haram, his hands to do haram and fasting. No. No, 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 no. No way. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, he's not gonna misguide except those who want darkness for himself. Because the hadith mentioned, except fast, Allah subhanahu wa ta'ala said, I will give him the reward of the fast because he stabbed his control himself. He control his desire. Meaning control his desire to do haram, to make haram, to say haram. And then he said, and he stay away from the food. So Allah subhanahu wa ta'ala, he said, he will give him a reward. And then he said, for the one who fasting, and fasting, as we said, is not fasting from food and drink. Fasting from food and drink and his limbs not doing haram. The Prophet ﷺ said, two times he will be happy. One time when he break his fast. It's beautiful, alhamdulillah. It's the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You're fasting the whole day. And then when you see the water during the adhan time of the adhan, you see the water makes you happy. You see the food, you know, makes you happy. It's not a problem. This is not bad. You know, to be happy for that. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, he wants to see signs of his ni'mah on his slave. He wants to the sign of the ni'mah on him. So when you're happy for that, it's no problem. The Prophet ﷺ said he will be happy when he breaks his fast and he will be happy when he meets Allah subhanahu wa ta'ala.
Happy for what? Happy for what Allah subhanahu wa ta'ala have ready for him on the Day of Judgment. He was fasting from a food and drink. So Allah subhanahu wa ta'ala have it for you better. Not the same food and drink. Have it for you on the Day of Judgment. You're not going to lose it. You stay away from it, Allah subhanahu wa ta'ala have it for you on the Day of Judgment. Allah subhanahu wa ta'ala will make your table beautiful on the Day of Judgment. So the Prophet ﷺ said, and the one who fasts, he will be happy two times, when he breaks his fast and when he meets Allah subhanahu wa ta'ala. And then also he mentioned, the Prophet ﷺ said, that the smell of a mouth of the person who fasting to Allah subhanahu wa ta'ala is more beautiful than a musk, the perfume. So go back to the hadith. My brothers and sisters in Islam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned the first night of Ramadan. First night of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala put the shayateen and marad, the head of the jinn, in jail. And then Allah opened the gate of the Jannah, is not going to be closed, any door, to the end of Ramadan. And Allah will lock the gate of the fire, is not going to be open at all, even one door, one gate. And every night, there is a call, calling, oh, who you looking for good, come closer. Oh, who you looking for good deeds, come closer. And oh, who you looking for bad, stop right there. Don't do more. Don't do more. If he was doing, yes, who not make mistakes? The Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam mentioned, all son of Adam, they make mistakes. But the best person amongst the people, the one who make tawbah, return to Allah subhanahu wa ta'ala. So no one free from mistakes. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, He is a creator. He created us. He knows what He doing, what the people doing. So He said, the call, calling, oh, who you doing good? Come more. Do more. And oh, who you doing bad? Aqsir. Stop. And get rid of it. And it's subhanallah, this month, Allah subhanahu wa ta'ala forgive many people, save many, 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 many people from the fire in this month. And by the way, there's a dua we hear, you know, many, you know, a'imma, they call, Allahumma a'tiq riqabana min al-nar. Some of the scholars, they say, you know, oh Allah, save our necks, you know, from the fire. You know, in Arabic language, you know, when you say "a'tiq riqabana min an-nar" is different than "save us." You know, the "save us." You know, if we translate it by meaning, "Oh Allah, get our out from the fire." So that's why some scholars they said it's not right to say "Allahumma a'tiq riqabana min an-nar," لأنك لا تدري أنت من أهل النار. بل ادعو الله عز وجل أن ينجيك وأن يبعدك عن النار وأن لا يقربك إلى النار وأنت لست في النار حتى تطلب من الله أن يعتق رقبتك من النار بل ادعو الله عز وجل أن لا يقربك إلى النار وأن يبعدك عن النار كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة باعد بينه أبعده من النار 70 خريفة. So this dua, some of the scholars that said it's not right to say it because you're not in a fire. You don't know if you're from the people of the hellfire. Ask Allah to protect you from the fire, to keep you away, to keep the fire away from you, to save you from the fire, to not fall to it, to not get to it. So every night, calling the people. The one who doing good, do more. The one who doing bad, stop right there. And then he said, the smell of their mouth is better than a perfume. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. And also, as we mentioned before, we point to it. You know, in this month, we should not only just fast from the food and drink. We should have more nafila, you know, more sunnah in this month. We should feed people. We should have sadaqah in this month.
This is the way of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. He used to do more. Allah subhanahu wa ta'ala, he forgive him for before and past. And he used to do more. He used to do more sunnah. He used to do more ibadah. He used to do read Quran more. He used to do make dhikr more. He used to do help people, support people. You know, this is these actions in this month. Inshallah, even we don't have a proof from the Quran and sunnah, the actions increase in Ramadan. Even we don't have a proof from a Quran or sunnah, but there are some statements of the scholars. You know, they based on some other proofs, you know, they said that in Ramadan the actions increase and the bad deeds will be severe and more. You know, some people they think, you know, alhamdulillah, you know, I'm in Ramadan. You know, they think their mistake because month of mercy, Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak. So he thinks it is okay, it's not a problem. He don't know his mistake is even worse than before. You know, if you out of Ramadan, you have the shaitan, you have your souls, and you have shayateen al-ins wal-jinn, you know, all surround you and, you know, for you to do bad. And now Allah subhanahu wa ta'ala keep you away from the shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala keep the shaitan away. And if the person, he's not stay away from that, from the haram, from disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, what are you going to say? The shaitan is not there. Where is the problem? The problem is the souls. The problem is not pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. If you pleased with Allah, Allah telling you don't do this. So you say, you know, what are you talking about? You know, what I'm going to do? Then what I'm going to do? What are you going to do? This is the body language. The people, when they think about, you know, to leave haram, I can't live. How am I going to pay my bills? Who give you a life for 40 years, for 30 years, for 20, whatever, 100 years? Who give you a life? Who provide you all these years? The one who provide you, he provide. Not the haram. The Prophet ﷺ, he said, إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ عَلَى النَّاسِ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Allah subhanahu wa ta'ala spread the rizq. Look for it in the right way, beautiful way, meaning haram. Don't disobey to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, he have a container of good. And every time you want, Allah subhanahu wa ta'ala send for you. And you're not waiting for this portion from Allah subhanahu wa ta'ala. You're looking for the haram. And you're asking Allah Kareem, Allah Kareem. By the way, Allah Kareem. The people said, you know, Ramadan Kareem. Ramadan is not Kareem. Ramadan is Mubarak. It's Ramadan half of Karam, lot of, you know, lot of barakah, lot of blessing. Kareem is a attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, he is a Kareem. He gives, not Ramadan gives. Allah give you in Ramadan, make the Ramadan Mubarak. Kathirul Karam, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-Kareem. So, the Ramadan مبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر مباركا لنا بالأعمال الصالحات والقربات. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ترك المحرمات. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ترك الذنوب والمعاصي والمنكرات. أسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا وأن ينقي أخلاقنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا له سبحانه وتعالى وأن يعيننا على تصفية أخلاقنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالأعمال الصالحات في هذا الشهر المبارك. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين. أسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا جميعا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة ويجعلنا مع النبيين والصديقين والأخيار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.